لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. واصل حديثنا حول الوقفات مع الآيات من كتاب الله عز وجل. نتدبر كلام ربنا كما أرشدنا سبحانه وتعالى، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونقف على الآيات التي تعلقت في نزولها بحادثة أو واقعة، فإن القرآن نزل منه الكثير على حوادث ووقائع، كما قال الله عز وجل: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وآية اليوم بين أيدينا هي صدر سورة الحجرات، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية نزلت في واقعة أو حادثة كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، أنها نزلت في شأن أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، كما روى البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، أي كاد أبو بكر وعمر أن يهلك، ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، وأشار الآخر برجل آخر، أي أشار أبو بكر أو عمر بأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس أميرا على هؤلاء، وأشار عمر برجل آخر أن يكون هو الأمير على بني تميم هؤلاء، فارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إن هذا سبب في حبوط العمل والعياذ بالله والهلاك في الدنيا والآخرة. فهذه الآية ارتبطت بهذه الحادثة. قال الراوي: فكان عمر رضي الله عنه لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى يستفهمه، أي كان عمر رضي الله عنه من خوفه من أن يرتفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بصوت خفيض جدا، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع صوتك. وهذه الواقعة وهذه الآية الكريمة لنا معها وقفتان بإذن الله تعالى. الوقفة الأولى عنوانها: وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء أخذوا منها هذا العنوان الذي هو مسألة عظيمة، وهي وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. فأما في حياته صلوات الله وسلامه عليه فالآية والحادثة شاهدة على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكانت الآية شاهدة على ذلك، والصحابة رضي الله عنهم أحسن الناس صياعا واستجابة. فلقد رأينا في رواية الراوي كيف كان حال عمر بعدها رضي الله عنه، كان لا يتحدث إلا بصوت خفيض عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن طبيعة عمر أن صوته كان جهوريا، لكنه كان بعدها إذا تحدث في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوته، وهذا خوف من العقاب أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أخفض الناس صوتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، توقيرا ومهابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد نزول هذه الآية. وكذلك أيضا ذكر العلماء أن وجوب التأدب بعدم رفع الصوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هذا أمر معلوم في الصحابة، أما بعد وفاته فقال العلماء إن من الإساءة رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدخل في رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع الصوت عند حضرة قبره وفي مسجده إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يوما جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير المؤمنين يومئذ، فسمع رجلين قد ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحصبهما، فلما التفت دعاهما فقال أتدريان أين أنتما ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال من أين أنتما؟ فقال نحن من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما. فأخذ من ذلك العلماء التأدب حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الصوت عند قبره ولا في مسجده، لا سيما بالقرب من قبره صلى الله عليه وسلم، من باب قول الله تعالى أيضا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما أشرنا أعظم الناس استجابة في ذلك، وأعظم الناس خوفا من أن يقعوا في المحظور في ذلك. هذا ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، فإنه لما نزلت هذه الآيات وأنها نزلت في أبي بكر وعمر حبس نفسه في بيته ولم يخرج من بيته حتى فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما لا يراه في المسجد، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم أنا من الذين نزلت فيهم هذه الآية، أنا قد حبط أملي، أنا من أهل النار. وحبس نفسه في بيته وخاف أن يخرج من بيته إلى المسجد أن يرتفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه رفيع الصوت، فخاف إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان أن يرتفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول لمن حضروه أنا ممن حبط عملي، أنا من أهل النار، أنا ممن رفعوا صوتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحبس نفسه في بيته رضي الله عنه وأرضاه.
فلما كان ذلك وجاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما قال، قال لا بل هو من أهل الجنة. وفي الرواية الأخرى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ثابت قال ألا يرضيك أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتكون من أهل الجنة؟ فقال رضيت، رضيت ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فكان هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات، لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي أبدا. وأخذ العلماء كذلك من هذه الآية ومما بعدها أحكاما تتعلق بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام، ومنها أنه لا يجوز لأحد أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يخاطب إخوانه من المسلمين عام، كقوله لأخيه من المسلمين يا أخي أو يا ابن أخي أو يا ابن الخالي أو نحو ذلك، فضلا عن أن يقول له يا فلان. هذا نهاهم الله عز وجل عنه. لا يجوز لكم أن تتعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخاطبة كما يتخاطب بعضكم مع بعض، يقول له يا أخي يا فلان يا ابن عمي يا حج يا كذا، هذا كله لا يجوز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن ينادى ويوقر بلفظ الرسالة وبوصف الرسالة والنبوة، يا أيها الرسول يا أيها النبي يا رسول الله وهكذا. وإن الله عز وجل أدبهم وعلمهم، فإنه سبحانه وتعالى ملك الملوك العزيز الحكيم ما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا في القرآن. فكل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن مسبوق بوصف الرسالة أو النبوة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي قل لأزواجك، وهكذا. بل والله حتى لما نزل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة التحريم نزل كذلك مسبوقا بوصف النبوة والرسالة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ولذلك تأدب هؤلاء رضوان الله عليهم. إذا كان الله العزيز الحكيم لا ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة أو الرسالة، فهذا من باب أولى أن يكون منهم. ولذلك لم يكن منهم رضوان الله عليهم إلا ذلك. ولما جاء الأعراب الذين كانوا يأتون من البادية وهي البعيدة عن العلم والمدينة والعلماء والنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا تعلموا شيئا وهم على عادة الجاهلية والبادية، فلما كان يأتي بعضهم حول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل عن شيء، فكانوا على جهل شديد، فلربما وقف الواحد منهم عند نافذة بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ونادى من وراء هذا الباب يا محمد اخرج لنا حتى نسألك. فنزل القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء عندهم خلل في عقولهم أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه على هذا النحو وأن يتعاملوا معه على هذا النحو. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولذلك قال الله في الآية التي قبلها ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ولذا رأينا
آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون أعظم الناس أدبا، سواء كان من أعمامه أو من أبناء عمومته أو عماته أو نحو ذلك. فما كان واحد منهم يقول له يا ابن أخي مثلا أو يا ابن عمي، لا، بل ما كانوا ينادونه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا أيها النبي، توقيرا له صلى الله عليه وسلم من باب توقير الله عز وجل له. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أما الوقفة الثانية مع هذه الآية الكريمة وقصة نزولها فهي بعنوان وجوب التأدب مع ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوب التأدب مع ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين حملوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء أخذوا من هذه الآية كذلك أنه كما أوجب الله التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الصوت وتوقيره ونحو ذلك، أوجب الله تعالى بالفحوى من هذه الآية على المؤمنين أن يتأدبوا مع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. وورثة النبي صلى الله عليه وسلم المقصودون هنا هم العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، وليسوا ورثتهم من نسبه، إنما المقصود هنا العلماء والدعاة إلى الله عز وجل الذين يحملون دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. فإن لهم من الحق من التوقير والاحترام ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أنهم يحملون هذا الدين، يحملون هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فالعلماء هم نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذ العلماء من ذلك أنه يجب توقيرهم كتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم. كما نوقر النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين يحملون ما حمله النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت عنهم الأقوال وجاءت عنهم الكلمات المأثورة التي تدل على ذلك. وإني أقرأ عليكم بعض هذه الكلمات التي ذكرها العلماء في هذا الباب وفي هذا الجانب. فإن العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك قالوا إن من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم دين النبي صلى الله عليه وسلم توقير العلماء. قال طاووس رحمه الله تعالى إن من السنة أن توقر العالم. وقال الأعمش رحمه الله تعالى كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير، أي كانوا يهابون شيخهم إبراهيم كما يهابون الأمير السلطان لمكانة العلم في قلوبهم. وقال الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى لو قدرت أن أزيد في عمر البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته يهاب العلم. إنه يعبر في هذه الكلمات عن عظيم توقيره لأهل العلم، فإنه يقول لو أقدر على أن أعطي من عمري للبخاري لأعطيته، فأنا إن مت فأنا واحد من الناس، أما البخاري فموته مصيبة، فإني لو ملكت أن أطول عمره من عمري لكان ذلك. وكل ذلك من باب توقير أهل العلم. وتوقير أهل العلم الدعاة إلى الله المخلصين الربانيين يكون بصور كثيرة، ومنها
توقيرهم بالإكرام والخدمة وكفايتهم أمر الدنيا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن إكرام هؤلاء إجلال لله سبحانه وتعالى. إن إكرام العالم إكرام لله، إجلال لله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أي أنك من إجلالك لربك أن تكرم الكبير في السن صاحب الشيبة. فكيف إذا جمع العالم بين العلم والشيب في الإسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ويقول الحسن رحمه الله تعالى رؤيا ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب دابة أبي بن كعب. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يأخذ بركاب دابة أبي بن كعب. وأبي بن كعب أحد علماء الصحابة. فقيل لابن عباس أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بزمام أو بركاب دابة رجل من الأنصار؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه الذي يعرف قيمة العلماء فقال هكذا أمرنا أن نوقر علماءنا. وفي الرواية الأخرى قال هكذا يعظم الحبر ويوقر الحبر، يعني العالم. وإن من توقير أهل العلم كذلك أن نحرص على عدم إدخال الحزن عليه وعدم تجريحهم، فإن تجريح أهل العلم والإساءة إليهم أو الحط من قدرهم أو تسفيه آرائهم ولو أخطأوا فإن ذلك إساءة للدين وللعلم. فإن الإساءة لأهل العلم والتطاول عليهم أمر خطير، لأن جرح العالم ليس جرحا شخصيا، فالذي يجرح العالم يجرح العلم الذي معه، ومن جرح العلم جرح إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جرح إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يطعن على الإسلام وإن كان لا يدري ولا يشعر. ولقد قال الله تعالى عن المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام وكانوا يطعنون على العلماء والدعاة وحملة القرآن، قال الله تعالى في حقهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذا فليحذر الذين يسيئون إلى العلماء من مغبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى كل من أطلق لسانه في العلماء بالثلب أي بالإساءة بلاه الله عز وجل قبل موته بموت قلبه والعياذ بالله. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وذكر عند الحسن بن ذكوان رحمه الله تعالى ذكر من رجل عالما بسوء، أي أن رجلا جالس عنده فذكر عالما بكلمة من السوء، فقال الحسن بن ذكوان مه، أي توقف اسكت، قال مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله تعالى قلبك. ولنعلم كذلك أنه لا معصوم إلا من عصم الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بشر يخطئون ويصيبون، وإن من الواجب أنهم إذا أخطأوا أن نسطر أخطاءهم وألا ننشر ذلك ولا نسيء إليهم ونبحث لهم عن الأعذار
لأنهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم في كل الأحوال مأجورون عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعلماء عباد الله في كل الأحوال لهم أجر عند الله حتى ولو أخطأوا، لأنهم مجتهدون يريدون الوصول إلى الخير، يريدون الوصول إلى الحق، فهم في كل الأحوال لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذا فليحرص فليحرص وليحذر كل إنسان من كشف معايبهم وستر عوراتهم، فإن ذلك ثلبة في الدين. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، ويذهب إلى مجلس العلم إلى شيخ الذي يتعلم منه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء في الطريق، ويقول بين يدي ذلك وهو يتصدق: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. هكذا كانوا يتأدبون مع العلماء من باب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية التي كانت بين أيدينا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون. وفي الختام أخذ العلماء من الآية كذلك أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته على من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت عالما أو داعيا أو شيخا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحذر أن ترفع صوتك فوق صوته، فإن كثيرا من العلماء يقولون إن هذا رفع للصوت على رسول الله، أي على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.